انت عسكري يا نمره، قلت لك 100 مره ما حدش يمد ايده على المطعم عندي في النيابه. المحضر ده متفبرك يا سامي بيه. شوف بقى المحضر اللي قدام سعادتك بيقول ان العيال دي مرتكبين جنحة شغب وجناية تحريض على قلب نظام الحكم، ومع ذلك سعادتك مديهم افراج. الاوامر دي عليك انت، النيابة ما بتاخدش اوامر من حد. تشريف معقولة؟ دي قبل النصر بتقول عليهم ناس أنفقين. تعالي بس. سوف نساعدكم، صوتكم معانا هو الطريق إلى الجنة. بتحبيه قوي؟ أول نظرة؟ من أول نظرة. هتلاقي حد يدلعك قد عشان بحبك يا بنت. جربي تتخيليني عريس. انا ممكن اتخيل نفسي في حضن اوتوبيس عشان اخلص من الكابوس بتاعك ده. بلد فيها حكومه، حكومه من حديد، والحكومه دي هي انا. اللي ملوش خير في حاتم ملوش خير في مين؟ ملوش خير في مصر. انت فاكرها سايبه؟ ده انا عيني حمرا يا هبل يا ابن الهبله. ده انا ارجل من ارجل راجل في بلدك. وانا بقالي 24 سنه بسمع انكم قاعدين على قلبنا، انتوا عايزين ايه تاني؟ المشكلة إن فيروس الفوضى وصل لكل حاجة في البلد، إحنا داخلين على سواد.